هو المناسبة أولا هي اليوم العالمي للمرأة. هذه الاحتفالية هذه كنديروا فيها احنا واحد نشاط آخر، وكنضفيو عليها واحد الصبغة ديال شوية ديال الفن، الثقافة، الجمال. كنديروا فيها تتويج ديال ملكة جمال عاملة النظافة. كنديروا بيان سير داك لو كونكور اللي كنختاروا فيه ملكة الجمال وفق واحد المعايير. هذا العام هذا الدورة الثانية درنا أضفنا واحد النكهة إفريقية على الحدث، واختارينا كذلك حتى عاملة النظافة ملكة جمال عاملة النظافة إفريقية، هما البنيتات بجوج اللي شتو تتويج. من خلال هادو كنحتفيو بهاد الجوج، ولكن من خلالهم جميع النساء، وجميع خصوصا النساء العاملات، وخصوصا النساء العاملات في النظافة. تنقولوا لهم بهاد المناسبة شكرا لكم لأنكم كتنظفونا، شكرا لكم لأنكم كتعطيونا النقاء والصفاء، وشكرا لكم كذلك لأنكم جميلات. اليوم كنهضروا على الجمال، وكنهضروا المرة الجاية على الموضة، ويكونوا عارضات، ولا ما نبقاوش نهضروا غير المرة ديال النظافة نقولوا لها مسكينة هذه، ولا نشوفوا ديك النظرة ديك الدنيا أو الاحتقار أو لا. احتفالا الآن بعاملة النظافة في هذا اليوم العظيم، اليوم الكريم اللي هذا اليوم اللي كنحتفلوا بهم، لأن صبحت المرأة اليوم من عاملة النظافة اللي قبل كانت يعني كانت واحد العقد اللي الحمد لله حنا تجاوزناها، لان الواحد كينظف، المراه كتنظف بيتها، كتنظف بلادها، ماشي عيب هذا، يعني هذا مفخره. كل واحد تينظف بطريقته، كاين اللي كينظف العقوله بحال الاساتذه، كاين يعني مهنه كالمهن، فما خصناش نبقاو كنقولوا انها من تشوف راسها انها ما، بالعكس هي خصها تكون تفتخر، وحنا نفتخروا بها اكثر، وندعموها ونساعدوها ونوفروا لها، يعني اننا ما نبقاوش نلوحوا الازبال في الطرقات، وما نبقاو نعلموا وليداتنا نحافظوا على النظافه. انا كنوجه واحد التحيه ديال الاجلال والتقدير لهذ العاملات، لان بفضلكم وبفضل هذه المهن الصغيره باش حنا عايشين في بيئه جميله. شكرا على المجهود الجبار اللي كتقوموا به، وبغيت نقول بان المراه المغربيه اللي قلتها في الاستجوابات ديالي كتحدى اي دوله بان المراه عندهم شي مراه بحال المراه المغربيه، لان المراه المغربيه كتلقاها مهليه في دارها، مهليه في راسها، مهليه في راجلها، خدامه، مهليه في وليداتها، ويعني واحد المجهود كتقوم به جبار بزاف بزاف. مع شركة أوزون، علاش أنا كنتواجد هنايا؟ لأن هذه الشركة يعني كتكرم المستخدمات اللي كيشتغلوا معها. هذه المرأة هذه اللي قليل من اللي كنلتفتوا ليها، في حين أن خدمتها هي ضرورية وكنشوفوها في اليومي ديالنا. احنا اليوم معاهم، ماشي كنحتفلوا ب 8 مارس يعني عيد للاحتفال، ولكن أنا معاهم حيت كنا جميع خصنا في هذا اليوم نذكروا العالم والمغاربه كاملين بالمجهودات اللي كتقوم بها هذه المراه في 365 يوم ديال العام. كيشرفني انني نشارك في هذا الحفل اللي كتحييه شركه اوزون باش تحتفل بالعاملات ضد النظافه اللي خدامين في هذه الشركه، وكنحيي جميع النساء وخصوصا المراه المغربيه في هاد التله من النساء اللي خدامين في هاد الشركه اللي كيسهروا على نظافه ديال الشوارع والازقه ديالنا. كنحييهم لانهم خاضوا الغمار دواحد العالم كان حكر على الرجال في الماضي القريب، يعني دغني يعني الله غير صامو، كانوا غير الرجال اللي كيخدموا في هاد السيكتور هذا. دابا المراه بدات كتدخل العالم ديال الرجل، وخصوصا في هاد المهنه ديال النظافه. كنبغي نحييهم نوجه لهم تحية. المرأة العاملة، أنا كنبغيكم وأنتم مناضلات، تحية لكم. شوفوا اليوم يومكم، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.